قصه وما فيها، لان الابن ديالي ولد 17 عام تخطف في هذه 14 عام، ومشى مع صحابه والصحاب ديالو على قالوا من بعد 12 عام ديال الاختفاء وهما ناكرين، من بعد 12 عام جاب الله التيسير وقالوا بلي راه مات. والميسو لنا كيفاش مات، قال لك مات لينا باوفر دوز، يعني مخدره جرعه زائده، يعني وضفوا هذه الوفاه ديالو في المخدرات، وتشاعت على المخدرات ما هو قاصر وهما بالغين. هاد المخدرات هذه كان عليهم ملي هما شافوه تياخذ المخدرات بلا 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 بزياده هما يحبسوه، والا راهم والا راهم مطلعين عليه ومساهمين في هاد كاع الا كانت المخدرات. هذا الا كانت هاد الشيء، ولا كانت هاد الوفاه قالوا لنا الوفاه، ولكن ما عطاونا حتى شي دليل علمي، عطاونا شي ملف ما شادش. وانا ولدي غادي نبقى تنضل تنعرف الحقيقه ديال وليدي ضروري ومؤكد. والجلسة أجلت الشهر 6 نهار 2. أنا جسديا عييت سي فغي، ولكن هنا وقلبي ما عياش. تيعرف مي غيعرف صافي غادي يحط سلاح، غنعرف شنو كاين عند ولدي غنحط سلاح، غنحط ما غنبقاش كاع نهضر في شي حاجة. ولدي ما عرفتش واش عايش ولا ميت، أنا المهم اليقين اللي عندي أنني غنعرف الحقيقة لولدي. السلام عليكم، معكم ميلودا حقوقية. اليوم أنا النهار الأول اللي شفت هذه القضية، عيطت لي الأخت حياة، جيت نأزرى في هذا الملف ديال ولدها اللي حرقني في خاطري بزاف، لان الام تيقولوا ليها الولد مات مده 14 عام. الولد الا شديتيه ودفنتيه كتحيد حركته، ولكن باش ما تدفنوش ما تشوفوش وتيقولوا ليها مات، راه ما يمكنش، راه ما يمكنش هاد الام غتسمع حس ولدها اللي خرج من قدامها وكتشوف بانه مشى مع الدراري صحابه رجعوا وهو ما رجعش. راه لا يعقل باش غادي تسرط ليها ولا غتهضم ليها بانه مات. هي بغات الجثه ديالو تشوفه، شوف حوايجو اللي مشى لابس، شي تشوف غير حوايجو مشى لابسهم ولدها من قدامها، غادي مازال حرقتها تبرد وتقدر تدوز ليها مع قرجو حتى هاد القضيه ديال راه مات. ولكن هاد الدري راه هي عندها الشك فيه مليون في المية بأنه ما ماتش. راه إحساس الأم، راه إحساس واقعي، إحساس ما كيكذبش، راه إحساس كتحس به هو ولدها ما ماتش. ولكن فينا هو؟ بغاو يوهموها راه مات، راه ما ماتش. المتهمين كاينين ربعة، جوج خارج الديار المغربية خرجوا وجوج باقين هنا. هي بدات تتقرب من الحقيقه، لان مني بداو كيجيوها اتصالات هاتفيه ولاو كيجيو كيهدوها في التليفون، يعني الابن راه ما ميتش. حنا بغينا نازرو هذا الملف، وبغيت جميع الجمعيات يطرقوا لهذا الملف ونشوفوا هذا الولد ديال الحياه فينا. وراه كل ام غتحس بها، وكل شخص على قيد الحياه غيحس. راه لا توضر لك واحد ولو يكون مختل عقليا ما كتسمعش فيه. هذا ما بالو كيمشي لك دري في عز الشباب ديالو في 16 عام كيقرا العباك هذيك العام، وكتمنى فيه بزاف ديال الحوايج كتمناهم في ولدها، ويمشي هكا كيضيع هباء منثورا. اللهم ان هذا لمنكر، وكنتمناو غير الخير ان شاء الله، وكنتمنى الولد ديال الحياه يبان. الا كان على قيد الحياه كنتمناو يبان. الجلسه ديال اليوم تاجلت لان المحاميين ديال الضحايا قال لك عندهم وعكه صحيه بجوج، اجلوها لجوج 6. حنا متابعين هذا الملف ونشوفوا ربي شنو داروا. القضاء راه نزيه الحمد لله.